احنا فئه خريجي وجهه الطلبه وجامعه كوين تواصل منطويه تحت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. يجي سياده الوزير مع احتراماتي له حاليا بعد وقفه الاحتجاجيه تاع 3 اكتوبر امام رئاسه جامعه كوين المتواصل بدال ابراهيم يصدر قرار رقم 1022 بالغاء 23 اكتوبر 2017 يعني بعد الوقفه الاحتجاجيه تاع 3 اكتوبر يلغي هذا القرار، يلغي الباك اليو اف سي ويلغي معادله الشهاده اللي رانا متحصلين عليها اللي هو عاطيها لنا. احنا كطلبه خايفين على مصيرنا، نورمالمون الباك يو اف سي يفتح فرصه قدام الشباب اللي ما داش الباك النظامي انه هكا، بس احنا قاعدين نشوفوا فيه بانه قاعد يغلق في الابواب امام الطلبه. درك احنا وين راح نروحوا؟ احنا درك دوك نكملوا العام تاعنا، وين نروحوا؟ ما نخدموش ربع سنين وين راحت؟